قصاص اكيد سكوتش. يعني مباراه صعبه كانت اليوم شوي على الحكمه، خاصه زون ديفنس ما كنت موفق فيها اليوم امام 14 3 بوينتس لفريق بيروت. شو صار؟ لعبنا الزون ديفنس بالاخر، قبل كانوا حتى على المان تو مان عم ياخذوا 3 بوينتس، كانوا كثير مرتاحين بالاوتسايد. عندنا نحن مشكله بالفورمان، عندنا ريباوند عم نلعب بلا فورمان يعني، وعندنا مشكله اوريدي بالريباوند. اذا بتلاحظ بالثري جيمز اللي لعبناه هون وي ور اوت ريباوند، صح، لانه ما عندنا لاعب لبناني بيلعب على الفور، ما قدرنا نتعاقد مع ولا اي لاعب، وبتعرف باللاعبين الافيلبل انه نمضي معهم ما كان في عندنا فور مان افيلبل. سو عندنا مشكله كثير كبيره بالريباوند. يعني اذا اضطريت تلعب زون بمحل في محل انه خلص حط على المان تو مان فرق 20 نقطه انه بدك تغير شوي، عرفت؟ بس هن كمان اليوم شاطوا، يعني اذا بناخذ 14 من 28، مش بس 14 من 28، يعني عندهم لاعبين يعني منهم 3 بوينت شوترز اليوم كانوا موفقين زياده، انه عملوا جود جيم، عرفت؟ دي بيلد كونفيدنس، اخذوا كونفيدنس اكثر، ونحن ضيع يعني اللاي ابس كنا عم نضيع، الفري ثروز كنا عم نضيع. اذا بتشوف نسبه الفري ثرو تبعنا كمان متدني، ما فيك تربح جيم اذا ما عندك جود ريباوندينج وعم تشوت فري ثرو برا وار ميسينج اوبن شوتس. يعني عرفت، بعتقد انه بيروت كانوا بيستاهلوا الجيم، ما في شك. يعني كوتش، يعني فريق الحكمه رح يرتاح هلا لشهر 12. ما هو نحن مرتاحين اصلا. كيف يعني مرتاحين؟ لا لا، خيي الاجنبي اليوم بيجي وما بيجي، عرفت؟ يعني اثنين ثلاثه كان معنا، ما كان في استابيليتي، عم نلعب باثنين اجانب اجوا الاربعاء خميس اليوم الجمعه، يعني ما عندنا المومنتم، عرفت؟ بده النادي بده يعني بده هيك شوك، نفضه. ايه ما بعرف منين بدها تيجي الشوك. هلا انا عندي معلومات انه رح تيجي الشوك، بس ان شاء الله ما اكون غلطان، لانه من دون الشوك بتصور يعني الفيبا ما انذرتنا وكل العالم بتعرف، وما بدنا هذا النادي يموت، لانه بدنا نرجعه. انا بقول لك نادي الحكمه هلا عم يمرق بازمه، اخطر ازمه بتمرق بحياته. المغايطه رح تنقطش، بس بعتقد في ناس سمعنا كوتش انه اليوم في مثل تجمع للجمهور اليوم، سمعنا الساعه 9 المساء عندك. يعني اكيد يعني جمهور الحكمه منه راضي، عرفت؟ نحن عملنا اللي علينا انه على القليل قدرنا نركب فريق بالظروف الصعبه جدا، عرفت؟ برجع بقول لك اللعيبه كتر خيرهم عم يلعبوا من دون ولا اي قبض، من دون اي حتى سؤال امتين رح يقبضوا، وعم يجوا يتمرنوا وعم نجرب قد ما فينا نخلي الاجانب، لانه هؤلاء اللاعبين محترفين تركين عيالهم وجايين. الوضع صعب، بس برجع بقول لك انت متامل، مش متامل، انا متاكد انه رح نرجع، وعم عندي معطيات ومعلومات، بس هيدي بدها تضافر جهود الكل. يلي ما بده يفكر بمصلحه النادي ممكن انه يفشكل هالشيء اللي ممكن يحصل. مزبوط انه الاسبوع المقبل رح يكون في اجتماع مهم تنحل فيه الامور، يعني بين الاداره الحاليه ويلي عم يلي طرحين يجوا كاداره بالمقبله. انا بعتقد انه رح تنحل الامور قريبا جدا جدا. خي هيدي معلوماتي، يعني وهيدي مش موجه تفاؤل، هيدي معلوماتي، بس برجع بقول لك ممكن انه في محل حدا يعرقل. يعني نحن بهمنا انه الكل يحطوا مصلحه النادي فوق كل اعتبار، لانه عندنا تشانس انه نحل كل الامور ويرجع نادي الحكمه لبريقه وللمحضره يلي لازم يكون فيه، والا يعني قبل البريك بيكون انهار كل شيء، لانه مثل ما قلت لك الفي بعطينا انذار بيخلص باخر نوفمبر، نحن لنرجع نلعب بديسمبر. مزبوط، بديسمبر ان شاء الله بتكون حلت كل الامور، والا ما بيكون في فريق. يعني رح يكون عندكم ماتش مع اطلس بملعب غزير، مباراه مهمه كثير. ان شاء الله بتكون معنويات صارت احسن والامور بتكون انحلت ونحن رح نكون ردي، بس انه كمان خمس تجمع توقيف او ست تجمع يعني ما بعرف. اخر كلمه عبالي اسالك عنا، شانفير رياض الاحد، مين برايك رح يفوز؟ شفت الفريقين، صار فيك تعطي رايك. شانفير في اشياء لازم يشتغلوها لحتى يقدروا يربحوا هيك جيم، يعني عرفت؟ ما بعرف شو ما مش شغلتي اولى، بس الرياضي سوليد اكثر، متمسكين مع بعضهم كفريق اكثر. ما بعرف الاجنبي الجديد كيف راح يكون معهم لانه بعد ما لعب كارمايكل، بس يعني مثل ما تعودنا بالعشر سنين الماضيين فريق الرياضي دائما متماسك، بيعرف يعبر الازمات وبيعرف يطلع من الخضات وبيعرف يطلع اذا فتره ما لعب منيح او خسر، عندهم الخبره وعندهم التيم سبيريت انه يطلعوا منها. ما بعرف الوضع، بس انا بقول بما انه عم يلعبوا بالمناره اكيد بيكون في ادفانتج اكثر بكثير من النادي الرياضي. بدي اشكرك كوتش غسان سركيس، على امل تنحل كل مشاكل فريق الحكم.